رح أسألك يعني بدورك كجزء من جمعية اللي هي بنهاية المطاف تدعم المساواة والشراكة في البلاد عن هذا الموضوع، رح نحكي أكثر عن تواجد المرأة تحديدا في الحيز السياسي وطبعا مع المحامي توفيق الطيبي عن الجانب القانوني وأهمية يمكن هيك ابتكار طرق اللي فيها نكافح في هذا الموضوع. تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناشطة السياسية نيفين أبو رحمون. صباح الخير نيفين. صباح الخير للجميع، كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بألف خير، أهلا وسهلا فيك نيفين. مهم جدا نسمع أيضا مقولتك وتشاركينا في هذا الحوار مع ضيوفي في الاستوديو. يعني نتحدث عن كل موضوع تواجد المرأة بداية في سوق العمل وبشكل خاص أيضا في يعني الساحة السياسية. مثل ما حضرتك بتعرفي وأدرى، إذا نحكي على تمثيل النساء هو ما زال يعني مش بالنسبة اللي إحنا عم نطمح لإلها كمجتمع انطلاقا من إيماننا بقدرات المرأة. رأيك يمكن ودور الأحزاب في تعزيز هذه الفكرة وهي الشراكة مع شريحة النساء في مجتمعنا؟ نعم، يعني دور الحزب السياسي بالمجمل هو مهم جدا على الخارطة السياسية، خصوصا في تعميم حالة وعي لهذا المشروع، بالذات إذا هو عم بقدم مشروع يعني وطني شامل اللي بيشمل سياسي وكذلك الاجتماعي، اللي هو يتجاوز زي ما بتجاوز الطائفية والعائلية، أيضا بطبيعة الحال يتجاوز الذكورية. يعني أي حزب يملك هاي الرؤية الحقيقية اللي بتشمل أيضا خطاب ومشروع اجتماعي واجبه أن يساهم في تعزيز مشاركة المرأة في المشهد السياسي العام، وهذا يعني قد يكون أول خطوة في الخروج يعني عن النمطية، بمعنى اقتصار دورها سياسيا، حتى يعني إذا نحكي دخلت سياسيا على لجان المرأة أو التربية أو تنسيق حفلات عيد الأم اللي هي مهمة أيضا، ولكن ليس فقط كخطوات أولى. صحيح. ولكن مهم أيضا نقول عفاف عشان المرأة تشارك صح لازم تفهم دورها صح. دورها وطني سياسي بامتياز، لا يمكن لمشروعنا الوطني أن يقفز فوق حقوق المرأة ومكانتها طبعا، كذلك بالمقابل لا يمكن لأي خطاب نسوي تجاهل هذه المطالب الوطنية، بمعنى أنه هناك علاقة يعني وطيدة بيناتهم، ويعني ممكن أنهم يكونوا مشروعين مكملين لبعض. صحيح. طبعا إذا ما نحكي حتى اليوم على قضية معالجة الداء وليس العارض، خلينا أقول عشان ندعم دور المرأة لازم نحارب كل قضية العيب والفقر، وعشان الخطاب الوطني الحقيقي يجذب النساء لازم يفوت على هاي البيوت، على هاي الشرائح المهمشة اللي نقدر نوصلها، ونقدر نشوف انه كيف احنا ممكن نعمم هذا الوعي او هذا الشعور بانه انا عندي هذا الانتماء للمجتمع، وبالتالي هذا الانتماء يتحول الى ممارسه والى مشاركه بطبيعه الحال. نيفين بس يعني اذا بدنا نكون هيك حقيقيات مثل ما حضرتك ذكرتي ما بين طيات حديثك، اذا بنحكي على الساحه السياسيه ما زال يعني الجو السائد هو ذكوري بامتياز، بدي اسمح لحالي هيك اقول، ايضا من حيث النسب وهي معطيات واحصائيات اللي احنا فقط عم نعكسها. كيف بامكان اليوم المراه وحضرتك يعني يمكن خير نموذج انه تخترق هاي المعتقدات، تخترق هذا الواقع حتى بعيدا عن المعتقدات، وتثبت انه بامكانها تكون موجوده في هاي الدائره، وطبعا يعني تثبت كفائتها وانها موجوده في المكان المناسب. مهم اللي حكيتيه عفاف، بالمناسبه احنا باهم مؤسستين سياسيات في الداخل في المشهد السياسي يعني عندنا بس امراتين ممثلات اللي هي حنين زعبي وعايده مسلمان اللي هي بالمشتركه والمتابعه، وهذا ضوء احمر بضوي لنا على كل قضيه المشاركه الفاعله يعني وحضورنا كنساء وكناشطات سياسيات واجتماعيات. يعني انا بفكر انه هناك نمط تصويت ذكوري في الأحزاب وخارجها بالمناسبة، يعني احنا بلاش ننظر بس كمحزبات انه نحكي وكأنه كل شيء تمام بالأحزاب، لا، احنا عم نشوف انه هذا الشيء يعبر عن موقف انا بنظري وليس عن واقع، بمعنى يعبر عن رغبة ذكورية اكثر، خلينا اقول لتدعي انه الذكور اكثر قدرة يمكن على الحشد او القيادة، وبطبيعة الحال هذا ادعاء خاطئ. طبعا بدي اعطيك مثال، المؤتمر الاخير مثلا داخليا عندنا بالتجمع تم تحصين 10 مقاعد للنساء، التصويت اسفر عن دخول 14 امراه للجنه المركزيه، بمعنى ولو شكليا لم نكن بحاجه لهذا التحصين. هذا دليل اخر بالافتراض يعني ولو ذهنيا بانه هناك نمط قيادي ذكوري، ولكن مهم اقول انه هذا اجى بعد تعميم حاله وعي داخلي وتثقيف اللي بدي اصلا يعني، واكيد بتتذكروا بكل قضيه تحصيل مقعد للتجمع في قائمه الكنيست اللي مكنت حنين زعبي من الدخول للكنيست في حينه. بدون شك انه هناك يعني اهميه لدورنا، وهناك
يعني بالاساس اذا عم نحكي عن حزب سياسي اللي خليني احكي بمعنى ادق يحمل مشروع سياسي ولا يحمل فقط قائمه على يعني الحزب ليس قائم فقط على شعارات الانجازات، لازم يحط عنده بالاساس كل موضوع تمكين المراه، مكانه المراه، كل موضوع خطابنا الاجتماعي ايضا اللي هو ينبثق ليس فقط موضوع المراه، ايضا موضوع الحريات الشخصيه طبعا. وموضوع بالضبط انه عمليا حصانه الفرد في الحيز العام والحفاظ على حرياته الشخصيه وكيفيه سلوكه يعني عمليا في كل ما يتعلق في المجتمع العام. نعم نيفين، تحديدا لانك تحدثتي ايضا عن الجانب الاجتماعي، واخيرا مهم اسالك التربيه السياسيه الحزبيه وقدرتها على التاثير وعلى يمكن يعني كسر هذا النمط المجتمعي اللي عم نعيشه تحديدا ما بين فئات الشبان والشابات، قديش بالحزب اليوم عن جد عم تسعوا وفي هيك يمكن خطط حقيقيه وخطوات لتنفيذ هاي الفكره لحتى نرتقي انه نكون في مكان افضل؟ حلو. أول شيء الهدف من التربية الحزبية هو مناقشة الفكرة، مناقشة المشروع اللي بيقوم عليها الحزب طبعا وتطويرها وإقناع الناس فيها، مش يضل النقاش الفكري محصور فقط بأعضاء الحزب دون الناس، بالعكس تماما إنه المشاريع اليوم السياسية والأحزاب انخلقت عشان تكون قريبة من الناس، تعطي حلول للناس وتعتبر نهضة يعني سياسية واجتماعية بالتحصيل حاصل. ولما عم نحكي عن الأحزاب بنحكي عن إنها بتقدم مشروع وطني بالأساس يشكل حصانة، حصانة للناس، حصانة للشباب من هذا الواقع المركب من مشاريع أسرة ومن حتى يعني آفات اجتماعية. إذا عم نحكي عن ذكورية يعني لما نحكي عن دخول إلى حزب اللي هو كمان وطني وكمان ديمقراطي يعمم حالة وعي في التعامل مع القضية الاجتماعية بأهميتها لا تقل عن القضايا السياسية والوطنية، هون أنت بتخلق جيل اللي هو كمان عنده انتماء وطني ولكن كمان حريص طبعاً. على أنه يكون مجتمع اللي فيه حماية للجميع، حصانة للجميع، لحقوق المرأة لمكانتها وبالتالي للشباب أيضا اللي هو بنعكس اليوم وعم نشوف أنه دورهم كتير قوي. بس أنا مهمني عفاف بنهاية الأمر تفضلي نحكي أنه بالذات أنه الانتخابات السلطات المحلية على الأبواب، صحيح قديش مهم انه كمان احنا نشجع ونعطي هيك هاي الحاضنه لنسائنا بانهم يخوضوا هاي التجربه رغم صعوبتها، صعوبتها لانها محاصره عم نحكي عن العائليه والطائفيه، محاصره بقديش في هيك يعني مركب مجتمعي بنيوي اللي هو يعيق دخول المراه الى السلطات المحليه. بس انا بشوف انه بالعكس لانه كمان احنا كاحزاب سياسيه بنحمل هذا المشروع يعني كمان هاي حضورنا في العمل البلدي هو حضور يعني اساسي لا يقل اهميه عن باقي المشهد عمليا اللي هو بنهايه الامر يعني احنا بنكون كمان اقرب الى الناس من جهه، يعني بدنا نساء اللي هي تكون مؤثره في السياسه المحليه كمان تضع الميزانيات المحليه بشكل اللي بيخدم مصلحه الجنسين بنهايه الامر، واحنا عندنا تجارب قليله ولكن كانت يعني ناجحه ولعل المرحله القادمه انها تكون عن جد افق او هيك مرحله مهمه لانه في حضور النساء في المشهد وفي العمل البلدي بالاساس يعني وحضورنا يعني وخلق قيادات نسائيه محليه بالاساس. ان شاء الله نيفين، وانا جدا هيك يعني بوافق مع رايك، واحنا بدنا نشوف المراه مش بس كعضو في المجالس المحليه بل ايضا في رئاسه السلطات المحليه. شكرا لمداخلتك القيمه معنا في هذا شكراً الصباح، شكرا لكم، يسعد صباحك نيفين ابو رحمن.